حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. مفوضية الانتخابات المزيد من إجراءات الأمان، وسيط الناقل أكثر أمنا ومصداقية. بغداد وطهران اتفاقات تعزيز أمن الحدود ونزع سلاح الجماعات المسلحة. ظن مشاهدينا استحقاق الانتخابات المحلية الذي تتضاعف حوله إجراءات المفوضية من أجل الوصول إلى نقاط ارتكاز تحقق السلامة في العملية الانتخابية، نظم إلكترونية في جميع المراحل وخطوات العمل، فشعار هذه الانتخابات أنها الأكثر أمناً، وهذا ما يعني بطبيعة الحال فرصة إضافية لتحقيق المزيد من إجراءات الأمان الذي سينعكس حتما على ثقة الناخب والتوجه نحو مراكز الاقتراع، بما يمحي الآثار والندوب التي تركتها انتخابات مجلس النواب السابقة. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فالتاسع عشر من أيلول هو التاريخ المحدد والمتفق عليه بين بغداد وطهران وعلى جميع المستويات لتفكيك بؤر ونقاط تجمع الجماعات الانفصالية والإرهابية المتواجدة عند حدود العراق الشمالية الشرقية مع الجمهورية الإسلامية، والتي شكلت خلال المدة الماضية نقطة سوداء في صفحة العلاقات ما بين بغداد وطهران، فهي تمثل تهديدا لسلامة وحسن الجوار، وهو ما يحتم المزيد من العمل لحماية الحدود منعا للاضطرابات وتحقيقا للسلام. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات دكتور عماد جميل. أهلا بكم دكتور ضيفا كريما، وأيضا الترحيب برئيس مفوضية الانتخابات الأسبق السيد سيربست مصطفى، ينضم لنا عبر سكايب مباشرة من أربيل. أهلا بكم سيد سيربست، وأبدأ معك دكتور عماد. تتحدثون في المفوضية أن هذه الانتخابات هي الأكثر أمنا، وتحت هذه الجمل نضع خطوط غليظة، شنو طبيعة هذا الأمن الانتخابي؟ مساء الخير عليك وعلى زميلي وعزيزي الأستاذ سيربس وعلى مشاهدينكم الكرام. حياكم. بالحقيقة الأمن لهذه الانتخابات القادمة، رغم أن الانتخابات السابقة في الحقيقة لم يؤشر لدينا هنالك عمليات تلاعب أو هنالك دخول على برمجيات الأجهزة، لكن الآن نحن نعضد هذا الأمر في أكثر أمنا بما في ذلك الفقرات التي تضمنها قانون الانتخابات. القانون تضمن أن تكون هنالك كاميرات مراقبة داخل هذه المحطات منذ بداية عملية الاقتراع إلى نهاية عمليات العدو الفرز وإعلان النتائج على جدران المحطات وتوزيع أشرطة النتائج سواء كان الإلكترونية أو اليدوية. هذا جانب. الجانب الآخر، تعرف من الانتخابات السابقة كان هنالك إشكالات في عملية إعادة العدو الفرز اليدوي للمحطات، وطالب معظم الأخوة المرشحين على أن يكون العدو الفرز لكل المحطات الدوائر الانتخابية. الآن القانون ضمن هذا الأمر، وبذلك سيكون هنالك عمليات عدو فرز إلكتروني، وبعد ذلك بعد أن نرسل النتائج الإلكترونية نبدأ بعمليات العدو الفرز اليدوي. يدوي إن كان هناك طعون. بدون طعون. جميع المحطات الاقتراع سواء كان بالتصويت الخاص أو التصويت العام ستجري عليها عمليات العدو الفرز اليدوي بعد العدو الفرز الإلكتروني، ومن ثم مطابقة النتائج. وأيضا تضمن القانون إن كان هنالك فرق أقل من 5% بين العدو الفرز اليدوي والإلكتروني نعتمد نتائج العدو الفرز اليدوي، وإن كان هنالك أكثر من 5% فترحل هذه المحطات، وأنشأ القانون
ألزم المفوضية بإنشاء مراكز تدقيق في كل المحافظات على أن تستقبل مثل هذه المحطات، وكذلك المحطات التي تتعرض لخلل فني في إرسال النتائج. تضمن القانون أيضا إرسال النتائج الإلكترونية من المحطات إلى السيرفرات لمدة 6 ساعات، يعني من الساعة 6 مساء عند انتهاء عملية الاقتراع إلى الساعة 12 ليلا، وأي خلل في أي محطة بإرسال نتائجها أيضا ترحل إلى مراكز التدقيق. رحب بك مرة أخرى سيد سيرفست. الإجراءات التي أعلنت عنها المفوضية إجراءات إلكترونية لضمان أمن الانتخابات ودقتها، وكذلك لإعطاء الثقة عند الناخب وكذلك الكتل السياسية أو المرشحين، لكن هذه الإجراءات مو كانت سبب بالضجة والمشاكل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟ شكرا لكم، تحية لضيفكم الكريم. باعتقادي الضجة الأكبر كان عدم فهم النظام القانوني وعدم فهم آليات الترشيح مع آليات تحويل الأصوات إلى مقاعد نيابية. أما عمل الأجهزة فهنالك آراء مختلفة بها، يعني أي إدخال الأتمتة والتكنولوجيا في الانتخابات هنالك آراء ضد وآراء تؤيد. لكن النقطة المهمة في هذا الأمر هو أن الجهاز، أي جهاز، يعمل بشكل آلي، وبالتالي لا يفرق بين الحس الإنساني وبين العمل الذي يقوم به. يعني أثير ضجة حول عدد الأصوات الباطلة، كثير من الناس كانوا مثلا يقومون بأكثر من مرة بالتأشير على نفس المكان، الجهاز يقرأه بأنه باطل باعتبار أكثر من إشارة، وحالات أخرى عديدة. لكن المهم في كل هذه العملية سواء كان على الفرز يدوي أو على الفرز الإلكتروني هو الثقة بالعملية الانتخابية. الثقة بالعملية الانتخابية في كثير من الأمور إذا كانت جيدة ستكون طبعا نتائجها جيدة، أما إذا كانت لا توجد هنالك ثقة بالعملية الانتخابية فالكل سيطعن بنتائج الانتخابات، الفائزين قبل الخاسرين. وهذا ما يحدث في العمليات الانتخابية منذ 2005 ولحد الآن باستمرار، أي أن الجميع يطعن في العملية الانتخابية والجميع يدعي أو يقدم أدلة حتى أحيانا بأن أصواته هي أكثر بكثير مما كان يحصل عليه، وبالتالي عدد المقاعد اللي إذا كانت حسب هذه العملية ستكون في كل عملية انتخابية أضعاف عدد المقاعد لمجلس النواب أو لمجلس المحافظة المعني. المهم في الأمر أن الموضوع الثقة بالعملية ونزاهة العملية الانتخابية هي عملية تشاركية، أي مسؤولية الجميع وليس مسؤولية المفوضية. نعم المفوضية تتحمل العبء الأكبر كونها هي الجهة التي تقوم بتنظيم وإدارة والانتخابات وتحويل النصوص القانونية أو الدستورية المطلقة إلى إجراءات عملية، وهذا يحتاج إلى جهد فني وعملي وعملياتي وإداري ومالي وتدريبي كبير قد لا يفهمها الذين لم يعملوا أو الذين لا يعملون في المفوضية. طيب أعود لك دكتور عماد، أنتم لم تؤشروا بالانتخابات الأخيرة أي خلل أو تلاعب بنتائج الانتخابات، لكن هذه الانتخابات راح يمكن ضمان عدم وجود اعتراضات كبيرة من أغلب الأطراف السياسية كانت معترضة على نتائج الانتخابات وآليتها الإلكترونية وغيرها، لو القانون ممكن أن يكون فيصل بهذا الموضوع؟ نعم، يعني لو طرحنا السؤال بصيغة أخرى، هل اعترض على نتائج الانتخابات السابقة الفائزون؟ لم يعترض، ولذلك نحن نفتقر إلى ثقافة الخسارة في الانتخابات ولا نستوعبها في الحقيقة. وبذلك الكل، يعني أنا اليوم عندي 6022 مرشح، أحتاج الفائزين فقط 275 مرشح، الباقي أكثر من 5500 هم خاسرون، فالكل راح يدلي بدلوه ويقول أن هنالك تلاعب في أصواتي في الحقيقة. لا. القلة القليلة تكون راضية بالنتيجة، لكن الحمد لله المفوضية تتابع هذا الأمر وتنطي جدية كبيرة وتعالج هذه الأمور. متوقعين راح تكون اعتراضات؟ نعم. أنت اليوم تلاحظ ما يدار في الشارع أن هنالك تأجيل للانتخابات، أن هنالك قباض ضعيف بالانتخابات، لكن الواقع يختلف عما يشاع.
لأن هنالك إقبال كبير للناخبين في التحديث، وإقبال كبير للمرشحين، وإقبال كبير للأحزاب والتحالفات. نعم. وهذه بداية أنه تعطيك مؤشر. أكو ناس يعني مقاطعة هاي الانتخابات، أكو ناس طالب تأجيلها مقابل تذكرت الإشاعات. نعم. شنو هدف هاي الإشاعات؟ الناس اللي مقاطعة، احنا اليوم عندنا 16 مليون و 500 ألف يمتلكون البطاقة البايومترية. نعم. يعني لو كان مقاطع يمكن ما راح يتوجه إلى مركز التسجيل ويحدث بياناته ويحصل على هذه البطاقة اللي ألزم القانون بأن لا يجوز التصويت إلا من خلال هذه البطاقة البايومترية. نعم. وبذلك يتبقى لدينا 6 مليون ناخب لم يمتلك هذه البطاقة. حسب تقارير فرقنا الجوالة أنه عدد كبير من هؤلاء هم في خارج العراق، وتتذكر انتخابات 2018 ما يقارب 2.5 مليون خارج العراق الآن. ممكن زاد هذا العدد، إضافة إلى هذا نسبة الوفيات والقلة القليلة الباقية. تعرف أنه هذا موجود في كل بلدان العالم، ليس لديها إيمان بالعملية السياسية ولربما في أو الإقبال على الانتخابات، وهذا أمر مسموح به. الآن لدينا 75% من المشاركين في الانتخابات القادمة هم يحق لهم للتصويت، وهذا العدد أعتبر مقبول إن تم مشاركته في الانتخابات القادمة. طيب سيد سيرفست، من ضمن الأساليب الإلكترونية التي يفترض أن تعطي أمان قضية الوسط الناقل اللي تم استخدامه بانتخابات مجلس النواب 21، اللي تعتبر المفوضية أنه الأكثر أمنا ويمكن التعامل به لنقل البيانات، لكن أيضا كان هناك اعتراضات وشكوك بسبب وجود أو اعتماد الوسط الناقل على قمر اصطناعي، والعراق ما عنده هذا القمر، راح يعتمد على قمر من دول أخرى. هو الوسط الناقل ينقل نتائج المحطات، وبالتالي نتائج المحطات أعلنت، والمراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية موجودين فيها وأشهروا وحددوا ما حصلوا عليها في كل محطة. وإذا كان أي حزب لديه جهاز انتخابي بسيط، مجرد أن يقوم بجمع هذه النتائج في تلك المحطات سيحصل على مجموع الأصوات التي حصل عليها. ولم تؤشر أي جهة بأن هنالك فرق بين ما حصلت عليه تلك الأحزاب أو في المجموع مثلا المحطات التي نزل فيها في المنافسة الانتخابية، وبينما وصل إلى مركز التدقيق أو مركز جمع النتائج في المكتب الوطني. نعم. وبالتالي باعتقادي هذه قد تكون حجة، لكنها حجة لم تؤدي إلى أو لم يبين أي تحقيق بأن كان هنالك خرق بهذا المجال. لكن القانون الحالي عالج هذه النقطة بأن أضاف إلى عدوى الفرز الإلكتروني الذي ينقل نتائجه عبر الوسط الناقل، وكانت هنالك شركة فاحصة وأعلنت نتائج تقريرها، لكن تقريرها بوتر، وبالتالي أعلنت في بعض وسائل إعلام قسم منها في المقدمة أرجاء التقرير ونفسه أخذت أو أشارت إلى طرق المعالجة. هذا القانون أضاف العدوى الفرز اليدوي كضمانة أخرى وكطلب آخر إضافي من بعض الأحزاب التي شككت في النتائج، وهي نفسها التي بعد ذلك استطاعت أن تشكل الحكومة، وبالتالي استطاعت أن تمرر هذا القانون بشكل سريع. باعتقادي هذا الموضوع حاليا لا أثر له ولا يحتاج إلى التركيز عليه مرة أخرى، لأن النتائج العدوى الفرز اليدوي هي التي ستكون تطبق إذا كانت نسبة الفرق أكثر من 5%، وهنالك حالات عديدة للمعالجة. نعم. بهذا الخصوص أشارت إلى المادة 16 من قانون التعديل الثالث. طيب دكتور عماد، قضية الوسط الناقل يمكن نقطة مهمة محورية تمنح ثقة وطمأنينة للمشاركين بهذه الانتخابات، تعتقد أنه ما يشكل خطر باعتباره معتمد على قمار أو قمر صناعي موجود ب مرتبط بإحدى دول المنطقة؟ هو الخطر وين يكمن؟ يكمن أنه تهكير أو الدخول على برمجيات هذا القمر. نعم. تغيير النتائج. تمام. لكن في انتخابات 2018 استخدمنا الوسط الناقل. نعم. الحكومة أعلنت أنه هنالك اختراق للوسط الناقل في حينها،
لكن لحد الآن ما أثبتت أن هنالك اختراق في محطة واحدة للشركة الكورية اللي هي مصممة لهذه الأجهزة ومستخدمة لهذا القمر الناقل. طيب انتخابات 21، انتخابات 21 أرجع وأقول لك بال 18 كان لربما أن هنالك اختراق بعمليات التلاعب والتزوير في التصويت اليدوي بالنسبة للمهجرين والحركة السكانية وانتخابات الخارج، لكن في انتخابات 21 لا يوجد تصويت يدوي، وإنما اعتمدنا على التصويت الإلكتروني والبايومتري. البطاقتين استخدمناهن، لكن التصويت تم عبر البطاقة الإلكترونية أو البايومترية، وبذلك أيضا لم يثبت هذا الأمر. عندكم خبراء بقضايا العمل الشبكات والإنترنت في المفوضية قسم، يعني معروف أنه عندكم خبراء ومختصين بهذا المجال، خبراء أجانب يطون ضمان أنه خبراء الشركة الفاحصة، خبراء البرمجيات الكوريين، خبراء الأمم المتحدة، خبراء المنظمات الدولية المختصة بشأن الانتخاب مثل الآيبس وغيرها، هذه كلها تعمل مع المفوضية. إضافة إلى ذلك الجهاز الأمني للدولة أيضا يعمل مع المفوضية، ولا تعمل المفوضية بمعزل عن من قبل الناخب الآن القانون بدد القوة السياسية المرشحة من هاي الشركات اللي ذكرتها. نعم، بدد القانون هذه المخاوف وأنهى عمليات القلق لهذا الموضوع ولنغادره، لأن في المحطة عند انتهاء عملية العدو الفرز الإلكتروني سترسل النتائج عبر الوسط الناقل إلكترونيا، وراح يستلم كل المراقبين وكل اللي يحتاجون النتائج لهذه المحطات النتائج. هنالك باركود بشريط النتائج بإمكان تصويره بالموبايل، وعمر برنامج راح تنزل المفوضية راح يلقى كل نتائج هذه المحطة إلكترونيا. إضافة إلى هذا راح نسوي عمليات عد وفرز يدوي داخل هذه المحطات ونطابق مع الإلكتروني، وبذلك هذا الأمر انتهى. لما ترحل النتائج للسيرفرات هنالك أيضا العدو الفرز، نتائج العدو الفرز أيضا ترحل للسيرفرات، وعصا الذاكرة اللي هي تخزن كل المعلومات اللي جرت أثناء عملية الاقتراع من صورة ورقة الاقتراع، من التصويت، من كل هذه الإجراءات راح تحلل البيانات وايضا تنقل وتدخل بسيرفرات ويتم مطابقتها وبعد ذلك اعلان النتائج. عمليه دقيقه جدا لا تقبل الخطا ولا تقبل بعد كل هاي العمليه راح يتم اعاده عدوى فرز يدوي ايضا؟ لا، عندنا العدوى الفرز اليدوي داخل المحطات بيوم الاقتراع، لكن راح تقول لي لربما انه هنالك شكاوى، وهذا معمول بكل انتخابات على محطات معينه المشكو منها انه يقول لك هنالك تلاعب. هذا التلاعب المفروض يقدم بوثائق. طيب إضافة إلى هذا لا نعتمد على الوثائق، إحنا مسجلين الحدث من بدأ عملية الاقتراع إلى نهاية عملية العدو والفرز وإعلانه في الكاميرات. صورة أحكي لي عن تفاصيل اعتماد الكاميرات. هذه الانتخابات أيضا اعتمدتوا الكاميرات؟ لا، ما اعتمدنا كاميرات بالمحطات أو الفرز يمكن العدو والفرز لمحطات الاقتراع. الآن ضمن القانون أن تكون هنالك كاميرات داخل المحطات، وراح تتجاوز أعدادها 70,000 كاميرا تقريباً. كل المحطات في كل محطة راح تكون هنالك كاميرتين تغطي كل المساحة اللي راح يستخدمها موظفي الاقتراع داخل المحطة. بالإضافة إلى ذلك هنالك كاميرات داخل مركز الاقتراع تصور حركة الناخبين في داخل مركز الاقتراع، وبذلك راح تسجل الأحداث داخل هذه المحطة صورة وصوت. طيب سيد سيرفست، قضية وجهات الدولية والأمم المتحدة كمراقبة أو إشراف على هذه الانتخابات إلى أي درجة مهمة، وشنو الفرق بين الإشراف أو الرقابة؟ هي المراقبة العملية الانتخابية بها أوجه عديدة، وهناك مصطلحات أو اصطلاحات مختلفة بهذا الخصوص. هناك رقابة من قبل وكلاء الأحزاب السياسية، وهم يراقبون العملية لضمان عدم التعدي على أصوات مؤيديهم، أو مراقبة نزاهة العملية الانتخابية والانقياد أو العمل وفق القانون. وهناك رقابة أخرى تقوم بها المنظمات المحلية، وهي رقابة من أجل نزاهة العملية الانتخابية، لأن ليست لديهم المصلحة السياسية مع مرشح أو حزب أو آخر. وهنالك رقابة أو الفرق المراقبة الدولية، وأيضا هنالك رقابة
من قبل وسائل الإعلام التي تنقل الحدث الانتخابي من داخل المحطات والمراكز الانتخابية. الإشراف يعني الإدارة والتوجيه والتنفيذ، وبالتالي الإشراف غير مقبول ولم تعمل به العراق حتى في الانتخابات الأولى في سنة 2005. كان الجهد الدولي هو جهد شريك للعملية الانتخابية، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي التي كانت تقود العمليات الانتخابية. لذلك حتى في 2021 كان قرار مجلس الأمن هو الرقابة المكثفة، ولكن مع هذا لم يكن عدد المراقبين بالعدد الذي توقعه جميع العراقيين، أي لم يغطي كل أو حتى نصف عدد المحطات التي فتحت في ذلك اليوم. المراقبة هي ضمن أهم معايير الدولية للنزاهة وشفافة العملية الانتخابية، لأن لا بد أن تكون هنالك جهة أخرى غير الجهة التي تقوم بإدارة وتنفيذ الانتخابات، لا. تقوم بمراقبة العملية الانتخابية ومن ثم تقييمها لاحقا ونشر التقارير وإرسالها للجهة التي تقوم بإجراء الانتخابات، وهي طبعا هنا مخيرة بين أن تأخذ بنظر الاعتبار تلك الملاحظات أو لا تأخذ بها حسب النصوص القانونية الموجودة في القانون الانتخابي والقانون التي تنظم الجهة التي عمل الجهة التي تقوم بإدارة الانتخابات. إذن سيد سربست، دور الأممي راح يقتصر على المراقبة، ما يوصل إلى مرحلة الإشراف اللي ممكن أن يسبب أيضا عدم ثقة عند المشاركين بهذه الانتخابات؟ دور الأممي في العراق منذ 2004 مهم في مساعدة وتقديم المشورة للمفوضية، وهي ما تقوم به فريق الأمم المتحدة اليونامي الذي يعمل مع المفوضية منذ 2004 ولحد الآن. أما المراقبة فهي مراقبة في هذه الانتخابات، لن تقوم الأمم المتحدة بإرسال بعثات أممية لغرض المراقبة، لكن قد تكون هنالك منظمات دولية مختصة أو السفارات العاملة في العراق. لكن هنالك نقطة يجب الإشارة إليها، وهي أن الرقابة الدولية لا تهتم كثيرا بالانتخابات المحلية، وإنما التركيز أكثر على الانتخابات الاتحادية والانتخابات الوطنية، وبالتالي نتوقع أن يكون عدد المراقبين الدوليين في هذه الانتخابات أقل من سابقتها في 2021. دكتور عماد، بعد مقر لبعثة يونامي موجودة في بناية المفوضية ويعمل على تماس مباشر معكم؟ نعم، لا زال هذا، وهنالك دور فعال في الحقيقة للأمم المتحدة في تطوير وأيضا الاستشارة الفنية، وكان لهم دور فعال اليوم، وطورنا في الحقيقة في كل المجالات، مجالات العمليات أو مجال بناء القدرات وكذلك الإعلام وغيرها. وبذلك المفوضية هي في الحقيقة مثل ما تفضل الأخ العزيز، هي موقفها استشاري، تدعم المفوضية فنيا، وكذلك بالنسبة للجهود المبذولة الآن في ربط الكوادر بالمعلومات والتدريب وتطوير بناء القدرات. طيب، الأجهزة والمعدات اللي راح تستعملوها بهذه الانتخابات هي نفسها الموجودة من الانتخابات السابقة، لو تم التعاقد على أجهزة جديدة؟ نفس الأجهزة، لأن تعرف هذه الأجهزة يتم استخدامها لمدة يوم واحد فقط، أي أنه إحنا استخدمناها للانتخابات 21 والآن راح نستخدمها، وهذه الأجهزة تخضع إلى صيانة ومتابعة من قبل لجان فنية مختصة في هذا الأمر، والآن بدأنا بالهرم التدريبي بتدريب موظفينا على برمجيات الأجهزة اللي تتناغم وأيضا تكون مع القانون الجديد، لأن تعرف اليوم إحنا نتعامل مع 15 دائرة انتخابية مع قوائم، هذا القانون بحاجة إلى برمجيات تختص به للعمل بها في آلية التصويت إن شاء الله في يوم الانتخابات، وراح نتجاوز تقريبا استخدام 100 جهاز، وهذه الأجهزة متوزعة بين أجهزة العد والفرز وأجهزة التحقق اللي تحتوي سجل الناخبين الإلكتروني على مستوى المحطة، إضافة إلى هذا إلى أجهزة الإرسال اللي راح يكون في كل مركز اقتراع جهاز من هذه الأجهزة لإرسال النتائج الإلكترونية للسيرفرات. طيب، راح تسوون اختبارات استباقية للأجهزة والنظام؟ اليوم إحنا عندنا تدريب مثل ما تحدثت لك لكوادرنا من مراكز التسجيل، وهم في الحقيقة العمود الفقري في إدارة العملية الانتخابية، لأن هم عملهم ميداني وراح يكون إشرافهم مباشر، سواء كان إشراف فني أو إداري أو لوجستي على مراكز الاقتراع،
وفي الثلث الأول من شهر أيلول ستكون هنالك عملية للمحاكاة في واقع 906 محطة متوزعة على كل مراكز التسجيل اللي مشمولة بالمحافظات المشمولة في انتخابات مجالس المحافظات. أيضا راح هذه المحطات تكون خاصة بالتصويت العام، وهنالك محطات خاصة بالتصويت الخاص تتوزع على مقرات مكاتب المحافظات ومن ضمنها محافظات الإقليم، لأن هنالك انتخابات للتصويت الخاص للمهجرين في الإقليم. وبذلك هذه راح تكون التجربة يديرها موظفي المفوضية، لأن أيضا نسجل ملاحظاتنا الإيجابية والسلبية. طيب. ومعالجتها مستقبلا إن شاء الله. سؤال أخير سيد سربست، إلكترونية هذه العملية الانتخابية وكل هذه الإجراءات التي ذكرتموها إلى أي درجة تساعد في إعادة ثقة الكتل السياسية والناخبين على حد سواء؟ المشاركة في الانتخابات تستند إلى عدد من المبادئ المهمة، يعني قد تكون قسم منها هو الموضوع السياسي وهذا خارج إرادة وسيطرة المفوضية، وقسم آخر يعتمد على النظام الانتخابي. هذا النظام الانتخابي للأسف سيبعد تمثيل بعض الأحزاب الصغيرة وحتى الوسطية منها إلى حد ما، للنظر خاصة في المحافظات التي عدد مقاعدها قليلة. بالإضافة إلى أن الثقة بنزاهة العملية الانتخابية أيضا عامل مهم بهذا الخصوص، وبالتالي إدخال الأجهزة وإدخال الأتمتة في العملية الانتخابية تعطي الثقة في كثير من الدول بالعملية الانتخابية، كون العامل البشري في عمليات العدوى الفرز كثيرا ما يقوم باقتراف بعض الخروقات حسب ولائهم السياسي، كونهم يعملون ليوم واحد وهم أغلبهم موظفون في دوائر الدولة، وبالتالي تعرف الوضع السياسي القائم في العراق للدولة أصبحت مسيسة، حيث أن التوظيف يعتمد على الولاء الحزبي أكثر مما يعتمد على المهنية والكفاءة والخبرة والاختصاص. وبالتالي باعتقادي هذا كان مؤشر جيد على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وبالتالي من الممكن أن تكون دافعا لزيادة نسبة المشاركة. لكن العوامل الأخرى التي أشرت إليها هي التي تحسم هذه النسبة أكثر من موضوع إدارة العملية الانتخابية نفسها، لأن الثقة بالعملية السياسية والانتخابية هو العامل الأهم قبل كل الإجراءات الفنية والإدارية والمالية التي تقوم بها. رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق السيد سربست مصطفى، كنت ضيفا كريما عبر سكايب من أربيل، شكرا لك سيد سربست، وشكرا جزيلا لكم رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات دكتور عماد جميل، كنت ضيفا كريما، شكرا لحضورك. إذن مشاهدين ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. بغداد وطهران، اتفاقات تعزيز أمن الحدود ونزع سلاح الجماعات المسلحة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، الخبير الأمني السيد مخلد حازم، أهلا بكم سيد مخلد، وأيضا الترحيب بالسياسي الإيراني السيد صالح القزويني ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من طهران، أهلا بكم سيد صالح. وأبدأ معك سيد مخلد، وجود المعارضة الإيرانية أو جماعات مسلحة إيرانية أو إرهابيين إيرانيين في شمال العراق، إلى أي درجة يعرض العراق ومصالح العراق للخطر؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى مشاهدين القناة. يعني حقيقة هو لا يمكن لأي دولة أن تقبل أن تكون على أراضيها أي إرهابي، لكن هنالك رؤية أخرى
تقول أنه وفق مواثيق الأمم المتحدة ممكن أن يكون أي مواطن على بلد آخر بأن يكون طالبا للجوء السياسي أو اللجوء الإنساني، فبالتالي هذه الدولة يحتم عليها أن يعني لا تسلم هذا الشخص إلى الدولة الأم، فبالتالي هنالك مواثيق عمل بها العراق. ويعني تواجد حزب الكوميلا الإيراني على الأراضي العراقية أكيد وفق هذا المعيار، وهو متواجد يعني حسب المعلومات منذ سبعينيات القرن المنصرم في أراضي كردستان العراق. حسب المعلومات أيضا أنه منزوع السلاح وموجود وفق مواثيق واتفاقيات ما بين الحكومة العراقية وما بين هذا الحزب. لكن في حالة وجود لاجئين مثلا، وإن كان هذه الجماعات الإيرانية في شمال العراق ما موجودة بصفة رسمية يمكن سيد مخلد، لكن من ضمن شروط إذا كان هناك لاجئ رسمي أن لا يمارس أي أعمال مسلحة تجاه أي مكان؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد هذا العمل عندما يكون اللاجئ على الأراضي على أي أرض غير أرضه عن الأرض الأم هو أكيد سوف يكون محكوم بما ما يملى عليه من قوانين لهذا البلد، ويكون يعني ملزم بتطبيق هذه القوانين. نرحب بك مرة أخرى سيد صالح. والنشاط المسلح أو الإرهابي أو أي نشاط كان، هذا النشاط عابر للحدود الجغرافية، مو تشوفون هذا يحتاج إلى جهود سياسية أيضا وتطيتوا العراق مدة يمكن 20 يوم لحل هذا الموضوع ونقلهم ونزع سلاحهم وتسليم المطلوبين منهم للجمهورية الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولضيفك ولكل المشاهدين. حياك الله. لا، المدة ليست 20 يوم، مدة تقريبا صار لها 5 أشهر أو أكثر. الاتفاق أبرم في شهر مايو الماضي، يعني شهر أيار الماضي أبرم بين المستشار الأمن العراقي وكذلك مستشار الأمن الإيراني شمخاني والأستاذ الأعرجي عندما جاء إلى طهران وأبرم هذا الاتفاق. كان من المفترض أن خلال هذه الفترة يقوم العراق يعني بما التزم به وفق هذا الاتفاق، ولكن يبدو أنه العراق لم يفعل شيئاً. حتى ما قيل أنه العراق التزم، وصلت معلومات أكيدة أن هذه الجماعات لا تزال في معسكراتها مع أسلحة، مع كامل أسلحتها، وتنشط وتفعل ما تشاء، مستفيدين من نفوذهم، من قوتهم، من علاقاتهم، سواء كانت في الأحزاب الكردية أو المخابرات الدولية. أعتقد أنه هذا ما دعا الإيرانيين إلى أن اتخذوا موقف، يمكن أن نقول موقف شديد تجاه هذه القضية، خاصة أنه كانت هناك معلومات أكيدة وصلت الأجهزة الأمنية الإيرانية وبالذات إلى حرس يعني استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران عن لقاءات واتصالات بين قيادات هذه الجماعات في الخارج، يعني بين مندوبي هذه الجماعات في الخارج وخاصة في العاصمة البريطانية لندن، وبين المخابرات سواء كانت مخابرات أمريكية أو بريطانية أو إسرائيلية. طيب. صار كلام حول يعني تفعيل نشاط هذه الجماعات في المناطق الكردية تزامنا الذكرى السنوية لوفاة مهسا أميني. يعني هناك مشروع لإثارة الوضع، للتحريض على يعني الأناس في المدن، هذه المدن الكردية الإيرانية،
تحريضهم ضد النظام والقيام بالتظاهرات وأعمال شغب طيب. في هذه الذكرى طيب. فبالتالي هذا الذي دعا إيران أن يكون لديها نوع من الحدية والتشدد في هذا الملف. لكن سيد صالح، أنتم تحملون العراق مسؤولية وجود هذه الجماعات في هذه المنطقة. طبعا وجود هذه الجماعات هو مو مثل وجود كما كانت منظمة خلق مجاهدي خلق في العراق، كانوا وجودهم رسمي ومسجلين ومحدد موقعهم. هذه الجماعات منتشرة في شمال العراق، أغلبهم ما حد يعرفهم وين، ربما بين الأهالي بين المدنيين. ما تعتقد أنه حل موضوعهم هو بحاجة إلى سنوات مو شهر أو خمسة أشهر؟ لا لا لا، الـ هذه الجماعات معروفة، مقراتهم معروفة، أماكن تواجدهم. بالتالي عندما يعني إيران تتفق مع العراق على أنه يحسم هذا الملف خلال ستة أشهر، كان المفروض أنه يتم حسم هذا الملف. وهذا أعتقد في أقصى أنواع الدبلوماسية والتعامل السياسي كان بإمكان إيران أن تقول من البداية أنه لم تفعلوا ذلك فسوف نتدخل نحن مباشرة ونقوم بالقضاء على هذا، ولكن احتراما لسيادة العراق، احتراما للحكومة العراقية، احتراما للعراقيين، إيران اتفقت مع الحكومة العراقية، مع الحكومة الاتحادية على تسوية هذا الملف. وهذه الفترة فترة كافية جدا، وهؤلاء موجودون والجميع يعرفهم، حتى أن قناة الحدث السعودية تأتي وتصور ويعني تجري لقاءات ومقابلات وتقارير لعدة ساعات مع هذه الجماعات. وإذا كانت قناة الحدث السعودية تعرف أين يكونون هؤلاء، أين مقراتهم، هل من المعقول أنه الحكومة العراقية وحكومة أربيل لا تعرف؟ هو الموضوع يمكن يم حكومة أربيل، إذا تسمح لي سيد صالح أقاطعك. أعود لك سيد مخلد، شنو رأيك بهذا الكلام؟ يعني الموضوع مرتبط بشكل مباشر بحكومة أربيل، مباشر بكردستان، ليش ما تم إشراك الأكراد بهذا الاتفاق اللي جرى ما بين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية؟ يعني دعني أتكلم بصراحة، الموضوع معقد وليس بهذه السهولة. يعني هنالك مفاوضات حصلت ما بين الجانب العراقي وما بين الجانب الإيراني، وعلى أثرها تم تشكيل ألوية خاصة لدعم حرس الحدود، وتم إعادة انتشار لحرس الحدود لمسك مناطق الحد، المنطقة الصفرية ما بين العراق وما بين إيران، وكانت هذه إحدى بوادر الحكومة العراقية لسد هذه الفراغات والأماكن التي هي غير ممسوكة من قبل قوات حرس الحدود. عندما نتكلم عن 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 فصيل أو عن مجموعة تقاتل يعني بعقيدة أو برؤية قومية، يعني حقيقة حتى لو حصل هذا الانتقال لهذه الحزب من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى، هل برأيهم سوف تتوقف هذه العمليات؟ تكلم ضيفك عن لقاءات في بريطانيا، ومن هنالك يتم تحريك الخيوط، أي بما معناته ليس من داخل الأراضي العراقية، هنالك لديهم خيوط ولديهم أذرع خارج العراق، ويتم من خلال هؤلاء أو من خلال مخابرات دول مثل ما تكلم تحريك الشارع في ذكرى أو غيره من هذه المواضيع. فبالتالي يعني الجميع يعرف أنه اليوم الموضوع العسكري ممكن أن يعني يسيطر عليه، لكن الفكر العقائدي الفكر القومي لا يمكن السيطرة عليه، وخصوصا إذا كانت يعني أصحاب قضية يعني هم يتكلمون عنها. بالتالي لدينا الكثير من الأمثلة يعني موجودة في العالم، يعني عن أنه كل مجموعة لديها قضية تؤمن بها، عقائدية دينية أيديولوجية، هي حتى وإن انتهى الموضوع العسكري لكنها تمرض ولا تموت. فبالتالي أعطى هذه المهلة للحكومة العراقية
بغياب الرؤية الواضحة عن بنود هذا الاتفاق. يعني حقيقة اليوم لا يمكن الاتفاق من راح قاسم العرجي إلى طهران يعني تذكر قبل كم شهر صار هذا الاتفاق، لكن من ضمن لكن حاليا أكو اتفاق سيد مخلد إذا تسمح لي نقلهم إلى غرب العراق إلى قرب الحدود السورية يمكن أبداً صار الاتفاق. أبداً 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 سوف يتم هم متواجدين في منطقة كويسنجر في في وين راح ينقلوهم في سليمانية أتوقع هم سوف يقوم في هذه المنطقة لكن يتم إبعادهم عن الحدود العراقية الإيرانية. أكو كلام حالياً أو معلومات أنه يتم نقلهم إلى حدود العراقية السورية إلى غرب العراق. بعض الأنباء تتحدث أنه يتم نقلهم إلى صلاح الدين. أنا لكن إن تم هذا الحل طبعاً بإشراف ومشاركة من الأمم المتحدة ممكن سيد مخلد أن يكون هذا الحل يمنع أي اعتداء على الجمهورية أبداً الإسلامية؟ أبداً أبداً لن ننهي هذه المشكلة. يعني هذه المشكلة يجب أن تحل من قبل الجانب الإيراني مع هذا الحزب كما يجب أن تحل من الجانب التركي مع حزب البككة. لا يمكن للعراق أن يكون قادر على كبح جماح هذه الأحزاب سواء كوملة أو غيرها أو البككة. هذا الموضوع هو موضوع مرتبط عقائديا مرتبط يعني بنفس البلد. يجب أن تكون هنالك رؤية واضحة لحل حياة هذه الأمور ما بينه وتسويات حقيقية ما بين إيران وما بين هذا الحزب وما بين تركيا وما بين حزب البككة. أنا أرى أنه الموضوع صعب جدا بغياب الأمم المتحدة. يعني الموضوع لم يذكر فيه أنه الأمم المتحدة سوف تتدخل كما حصل في موضوع المجاهدين مجاهدين خلق ولم يحصل أنه لحد هذه اللحظة حكومة إقليم كردستان ليس لها علم ببنود هذه الاتفاقيات من خلال يعني بعض التصريحات التي صدرت من إقليم كردستان. هذا الموضوع يعني لا يحل وأنا أرى أن هناك صعوبة لأن هؤلاء يعني مضى عليهم أكثر من 40-50 سنة في هذه الأرض وهم متواجدون وهم متمركزون في هذه المنطقة ولديهم يعني أماكن اختباء في الكهوف في الجبال ويعني من الصعب سيطرة عليهم ولملمتهم ويتم يعني نقلهم إلى منطقة أخرى. سيد صالح يبدو أن الموضوع فعلا صعب يعني يجمع خبراء أمنيون واستراتيجيون عراقيون أن الموضوع صعب يحتاج إلى وقت طويل ربما سنوات، لكن شنو اللي تعني الخارجية الإيرانية أنها لن تمدد مدة تنفيذ هذا القرار أو هذا الاتفاق؟ شنو أوراقكم وخياراتكم؟ طبعا أنا للأسف الشديد أنه أسمع بشكل واضح كلام الضيف يعني للأسف يعني كلام يعني مشوش. سيد مخلد يقول أنه الموضوع صعب صعب ويجب أن يكون هناك حل من قبلكم بالتفاوض مثلا مع هذه الجماعات أو إيجاد حل مع هذه الجماعات الإيرانية. وليس صعب يعني القوات العراقية الحكومة العراقية التي قضت على يعني أشرس جماعة في الكون وهي جماعة داعش وطاردتهم وتطاردهم في الجبال وتطاردهم في كل مكان. هؤلاء أهون من داعش وهؤلاء أهون من يعني هذه الجماعات، خاصة أنه داعش كانت لديها الآلاف من الأعضاء في العراق وكان هناك دعم كبير يعني يصل إليها. فإذا كان العراق قادر على يعني تحقيق هذا الانتصار الفارق الذي يعني الجميع يشير إليه بالإبهام وبالتأكيد أنه يعني عمليات بطولية حقق العراق بطولة رائعة لا نظير لها في انتصاره على داعش في الوقت الذي كان الأمريكيون يتحدثون أن داعش سوف يبقى في العراق أكثر من 20 عاما. لا يمكن أنه يقدر على فرق شاسع طيب تقول مع عوائلهم 20 ألف واحد. سيد صالح إذا تسمح لي أقاطعك، العراق لا يرغب بوجود أي جماعة مسلحة تشكل تهديد على أي دولة جارة، دستور العراقي يرفض هذا الموضوع بشكل قاطع 100%، لكن شنو خياراتكم إن تأخر هذا الوقت عن الموعد؟ أنا أعتقد أنه إذا بدأت هذه الجماعة نشاطاتها وبدأت بالتحريض وبدأت بتنفيذ العمليات
سنشهد يعني عمليات قصف. إيران ربما تتساهل في أشياء كثيرة، ولكن قصف راح يكون يعني كيف يعني إيران تحافظ على السيادة العراقية إن قامت بهذا القصف؟ راح يكون قصف أو عمليات عسكرية بالتنسيق مع الحكومة العراقية لو بشكل منفرد كما حدث سابقا؟ بالتأكيد أنه يعني أساسا إيران تصلها معلومات من العراقيين من الأكراد عن يعني عن مواضع هذه مواقع هؤلاء، عن تواجدهم، عن بالتأكيد أن هناك تنسيق، ولكن الطامة الكبرى هي أنه لم يكن هناك أي تحرك لما تم الاتفاق عليه. أنا يوم أمس كنت مع أحد الضيوف الأكراد على إحدى القنوات، قال أنه هؤلاء لا يزالون موجودون في كردستان وينشطون بكل حرية ويتنقلون بكل حرية، ولم تبلغنا الحكومة العراقية بأنه ينبغي تجريد أسلحتهم ونزع أسلحتهم أو نقلهم إلى مكان آخر. أعتقد أنه الحكومة العراقية قادرة، وكذلك حكومة أربيل قادرة، ولكن ربما التعاطف ربما العلاقات القومية هذه نقطة محورية يمكن سيد صالح. بسؤال أخير حول النقطة المحورية اللي ذكرها سيد صالح، سؤالكم سيد مخلد، يعني العواطف القومية خصوصا الارتباط القومي سيد مخلد، هاي القوات إذا تم نقلها فعلا لغرب العراق، ما ممكن أنه تجتمع هذه القوات هؤلاء المسلحين مع الجماعات المسلحة الموجودة على الحدود مع سوريا الموجودين بسوريا، ما ممكن تجتمع وتتحالف مع قوات قسد وبالتالي تشكل خطر ليس فقط على الجمهورية الإسلامية إنما على المنطقة برمتها؟ أخي مع احتراماتي للضيف، يعني كلامه غير منطقي، يعني هو يتكلم في وجه مقارنة ما بين داعش الذي أتى إلى العراق لهتك الأرض والعرض والقرآن والدين وكل شيء، وما بين هذه المجموعة التي هي متواجدة على الأرض العراقية بصفة لاجئ. يعني اليوم احنا القوات العراقية نعم قادرة على محاربة إرهابي، قادرة على محاربة كل من يحاول أن يدنس الأرض العراقية، لكن هذه المجموعة متواجدة على الأرض العراقية بصفة لاجئ. اللاجئ هنالك قوانين أمم متحدة تحكم وجودهم داخل، هم مو لاجئين، ما عندهم صفات رسمية سيد مخلد، عندهم 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 صفات، عندهم صفات لاجئين كله، يعني كل لاجئين وين؟ حكومة كردستان معطيتهم صفة اللجوء؟ لا لا، هم متواجدين قديما، يعني من كانت هنالك حكومات عراقية يعني قبل كردستان قبل هذا متواجدين، يعني صدام معطيهم صفة لجوء؟ نعم في سبعينيات القرن المنصري هم كانوا موجودين. يعني أغلب هاي الجماعات انتقلت إلى هذه المناطق بالسنوات الأخيرة، لكن لا متواجدين قديمين، هم متواجدين قديمين، يعني لأنه هو بعد هم هو هذا الحزب أصل نشوءه في زمن الشاه، ومن ثم عندما يعني أتت الثورة الإسلامية صار هنالك أحزاب شكلوا حزب سياسي صغير، ومن ثم تم ملاحقتهم، ومن ثم تم هروبهم إلى العراق. يعني الموضوع ليس بجديد، يعني عملية أنا أرى عملية أنه العراق وحده قادر على أن يعني يحتوي هؤلاء وإخراجهم وتسليم المطلوبين ونزع السلاح، يعني العراق غير قادر، يجب أن تكون هنالك منظمات دولية، يعني هنالك الأمم المتحدة يجب أن تشترك، وبالتالي يعني الموضوع أنا أعيد وأكرر الموضوع في هكذا أمور وكهكذا أمور قومية عقائدية يجب أن تكون الدولة هي تحتوي هؤلاء وعقد جلسات تسوية إلى أن يصلوا إلى حل، وإلا هذا الموضوع سوف يبقى، يعني يبقى سنين ولا يحل. الشكر الجزيل لك الخبير الأمني السيد مخلد حازم، كنت ضيفا كريما، والشكر الجزيل لكم السياسي الإيراني السيد صالح القزويني، كنت ضيفا كريما من طهران، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.